شنو تشوفه بوجهة نظرك؟ اللي أشوفه إن إحنا لنا تجارب سابقة فاشلة في تعيين الوزراء، مثل ما قال الأخ مساء أن نظام المحاصصة وغيره من نظام الترضيات، نظام التسكيت بعض الأطراف، نظام السلامة أحيانا كثير، كانت الحكومة تشكل على طرق كثيرة، خلاص مدام هذه الطرق فشلت إذن ما ينبغي أن أكررها. شو الطريقة اللي تشوفها مناسبة؟ أنا أقول لك الطريقة الحكومة الحين شنو تبي؟ بالدستور أن الحكومة تقدم برنامج عملها فور تشكيلها، معناته رئيس الوزراء وهو يشكل الوزراء عنده برنامج عمل في ذهنه، عنده خطوط عريضة، والآن عنده قانون تنمية، عنده قانون خطة تنمية قانون صادرة. زين، يفترض لما يأتي بوزير، طبعا القوة والأمانة هذه مطلوبة منتهين، أن وزيركم قوي ما لي مكانه ما يخاف ما عليه شبهات، ترى الوزير تدري متى يكون قوي، إذا كان نظيف الوزير، إذا كان نظيف ما يخاف من أحد، إيش يخاف منه؟ مثل ما يقول لا تبوق لا تخاف، بس ترضيات يبي يرضي هذا النائب، إذا قلت لك إذا كان نظيف ما يخاف مهما كان النائب من شراسته معرفته، إذا لم يكن عليك مماسك ستجد الغالبية معك، فأنت ما تخاف من شيء. شوف، لازم الوزراء يجون البرنامج العمل اللي بذهن رئيس وزراء ومعده وراح يقدمه فور تشكيل حكومة كما جاء في النص الدستوري، لازم هذول الوزراء يستطيعون تنفيذ هذا البرنامج اللي حاطه الرئيس وزراء اللي هم متفقين عليه. ما يشوفون أعضاء مجتمع أو يطلعون على، لا هذا 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 خاص بالحكومة، هذا برنامج عمل خاص بالحكومة، بعدين تقدم الحكومة برنامج عملها للمجلس. لكن أنا قصدي يشكل تشكل الحكومة على أساس وزراء قادرين على تنفيذ برنامج عمل، وزراء وليسوا موظفين كبار. وزير لما يقعد مجلس وزراء ما يهز رأسه، ما يقولوا له التعليمات عندنا كذي، لا يطرح الأمر ويقول رأيه ويصوت عليه بالأغلبية، ولا تفرض عليهم أوامر أو تيهم يعني تعليمات، أو أنه يشعرون أنه شنو يبي الرئيس أو شنو يبون اثنين ثلاثة في مجلس الوزراء يعتبرون أقطاب هم يهزون رؤوسهم. لا، أنت وزير، أنت رجل دولة، أنت تشارك في صنع القرار ولا يملى عليك القرار. حتى كسابقة لها أن رئيس مجلس سمو رئيس مجلس وزراء عنده اختيار وزراء وهو بنفسه يرتاح، يعني يكون في رجال قدامه، رجال يؤدون دورهم، يتحمل مسؤوليته حتى لما يخطئ، وليس نفس السابق يتعدون وزراء، لأن وزراء لا يعني حكومة تشوف يعني وزراء ظل في السابق تعدوا وراح الرئيس مجلس وزراء. في السابق كانت العملية أن إحنا عندنا رئيس لمجلس وزراء وليس رئيس وزراء، هذا يفرق. رئيس مجلس وزراء هو يرأس ويشرف على جلسات مجلس وزراء وينسق بين وزراء، هذا النص الدستوري اللي حط لك فلسفة الوزراء. ف رئيس مجلس الوزراء لا يرأس الوزراء ويأمرهم بالتنفيذ، لأن الوزير هو مساءل أمام جهتين، مساءل أمام الأمير وأمام مجلس الأمة عن أعمال وزارته. لا يرأس رئيس وزراء بالناحية التنفيذية ويأمره ويقوله سو ما سو، لكن إحنا مشكلة صارت عندنا أعراف للأسف ما لها أساس دستوري ولا لها أساس قانوني. الوزير لو جاء له رئيس وزراء وأمره بأن ينفذ شيء بالخطأ غير ملزم فيه، هذا شيء. الشيء الثاني والمهم جدا، أنا ما عندي مشكلة يكون مجلس الوزراء كله من القبائل أو كله من الحضر أو كله من فئة معينة، بس بشرط أن يكونوا ناس عندهم القدرة على التنفيذ والأداء. إيش حق إحنا نسوي لنا خلطة؟ إحنا مو داشين يعني قاعد نوزع غنايم كنا بنعطي الناس بالسواسيه، لا احنا داشين كفريق. ليش خصصته كفرق يعني حضر او قبائل؟ لا هو الان المحاصصه قاعد تصير بهالطريقه. انا اعتبر مجلس الوزراء هذا مثل فريق كره قدم، انت في النهايه هذا فريق تبي يحقق لك بطوله، خذيت نص هذا الفريق من نادي واحد او ثلاث ارباع من، المهم في النهايه راح يحقق البطوله، ما عندي مشكله. انا ما انظر الإنجاز. انا اهم شيء انظر مقدرته على الاداء والانجاز، ما انظر التشكيله الترضيات، والله لازم احط من كقبيله واحد ومن كل حزب واحد واحط من كل طائفه اثنين واحط من اطراف واجنحه الاسره واحد واحد، ما صارت حكومه هذه، وهذا النهج السابق يجب ان لا يتكرر اذا احنا نبي نتوقع ان يكون في انجاز ونتفائل في المرحله القادمه. فاخوي بداح، تشكيل الحكومه هو اللي راح يعطينا مفتاح للمرحله القادمه، إذا كان تشكيل جيد وتلافى السلبيات والأخطاء السابقة راح فعلا راح يكون عندنا تفاؤل وارتياح أن المرحلة القادمة فعلا أن
السلطة جاية بنفس التعاون والإنجاز. أما إذا صار تشكيل الحكومة تشكيل سيء مثل التشكيلات السابقة يعني أقول أن الأمور قد يعني لا طبنا ولا غدا الشهر. إيه يعني للأسف ما راح تبشر بخير. عندك كل تعليق أستاذ نايف؟ عندي نقطة أثارها الأستاذ فيصل. ألا وهي؟ لما تكلم على انتخابات الرئاسة. نعم. هذه نقطة مهمة جدا. أنا أتمنى أن هي اللي تعطينا خارطة الطريق السياسي مستقبلا؟ إيه. إحنا أنا أتمنى قبل هذا أتمنى صراحة أن تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل في الانتخابات. انتخابات الرئاسة. نعم. ونائب الرئيس وأمين السر وحتى اللجان. الشعب الكويتي الآن اختار نوابه وصلهم إلى مجلس الأمة وحاسب كل نائب كان متخاذل حاسبه بدليل النواب اللي تورطوا في قضايا الإذاعات كلهم اسقطوا باستثناء واحد. نواب 13 نائب تغيبوا عن جلسة فيصل المسلم اللي هي جلسة يعني المواقف المصيرية بمعنى المصيرية. شوف أعداد هائلة 13 نائب كلهم سقطوا 16 نائب صوتوا على شطب استجواب السعدون والعنجري كلهم سقطوا 14 نائب وافقوا على سرية استجواب رئيس الحكومة في 2009 وكلهم سقطوا. هذا إفراز الشعب الكويتي. أرجو من الحكومة أرجو رجاء ألا تتدخل في انتخابات الرئاسة. تترك إفرازاتنا احنا وصلنا العالم الرجال هؤلاء وصلناهم إلى مجلس الأمة هم يختارون الرئيس هم يختارون النائب الرئيس هم يختارون من يدير اللجان اللي في مجلس الأمة ولا تتدخل حتى تزرع في نفوس الشعب الكويتي أن هناك جدية في بناء دولة وحكومة ونهج جديد غير النهج اللي يتمنى إن شاء الله. الكل يتمنى نهج جديد الكل يتمنى نهج جديد في العمل. نعم صح عشان المشاهد يستقبل الكلمة أنه في العمل نبي تعاضد المجلسين للمصلحة العامة نبي تطور لعمل بلدنا نسمع في التنمية أبو عبد الوهاب ولا شفناه على أرض الواقع. هم المجلس السابق يحمل بعض المسؤوليات يعقل أنت نائب ومريت فيها في المجلس السابق أو شفتها ميزانية الدولة بعشر دقائق سلقوها سلق بيض ومشيت يعني هم النواب يتحملون هالدور هذا صحيح. بالعكس لو تقعد يوم يومين جلسة جلستين تأخذ ميزانية الدولة وتطالعها هم دور مطلوب منكم. السابق كانت الميزانيات يمكن تأخذ لها جلسات لمدة شهر إذا ماني غلطان وكل مؤسسة خاصة الميزانية الملحقة والمستغلة كانت تأخذ جلسات كاملة يناقش الوضع بالكامل وكانت بعض الميزانيات تعلق أسبوع أسبوعين وثلاثة حتى توجه رسائل. الميزانيات أعتقد هي شطر رئيسي وعصب رئيسي رقابي لمجلس الأمة. ما تقر ميزانية إلا أنت بعد نقاش صحيح لجنة ميزانيات قاعد تقوم دور بس اللي قاعد يقومون بدور بلجنة ميزانيات ثلاثة أعضاء لكن لما يعرض على المجلس وتصوت على هذه مسؤولية المجلس كله لكن ترى للأسف في كثير من الأعضاء يمكن ما يفقه حتى يقرأ الميزانية ويناقشها للأسف لكن هذا دوره إذا أنت ما تفقه تذهب إلى من يفقه. لكن لا يعقل ميزانية ب 19 مليار في جلسة واحدة تسلق. الحين ما عندنا عذر الشهر 4 شهر الميزانيات والمجلس ما راح ينفضل إلا بآخر 6 أو خلى يقعد لشهر 7 شنو المشكلة. الدستور حدد الحد الأدنى 8 أشهر لكن ما قال لازم بس 8 أشهر لا يا أخي لا نعطى 4 أشهر خلنا نعطى شهرين. أنت مو جاي حق مصالح المواطن. أكثر المواطن النواب يقول لا بنرتاح بعد عنا. ما في شيء اسمه ارتاح خلص شغلك وارتاح. لكن أنت الميزانية تسلقها سلق وتقول برتاح أنت ما أديت أعمالك بالأمانة والصدق هذه مو أمانة ميزانية بجلسة واحدة وين القسم مالك عرفت قصدي. لذلك أنا أتمنى أن موضوع ميزانية موضوع مهم جدا جدا لابد أن تعطى حقها في النقاش. تعطى حقها حتى في الإعلام أن الناس تعرف الأرقام وتعرف وين متوجهة هذه الأموال. تطرق الجزئية عشان ما تعداها عملية الإعلام أكثر في سؤال بتويتر أكثر يقولون المساوئ اللي قاعد يشوفها مجلس الأمة بسبب النقل التلفزيوني. لا مو صحيح هذا مو صحيح. أعرق برلمانات العالم تنقل عن طريق وبعد هذا التسجيل اللي إحنا عندنا في ناس تنقل على الهواء زين مو صحيح الكلام هذا. بالعكس أحيانا النقل التلفزيوني يظهر لك النائب الذي يعمل والذي لا يعمل الذي يتكلم بهموم المواطن وهموم البلد والنائب اللي غير مبالي زين
لكن ان كلام ان النواب الحين ما عاد المجلس الامه هو المنبر الوحيد اللي يستعرض فيه النائب. عندك كم محطه فضائيه ممكن يطلع كل يوم محطه يتكلم اكثر مما يظهر على قناه الرابعه. انا اتحدى ثلاث ارباع الشعب الكويتي اذا تطلع عندهم قناه الرابعه الارضيه ما حد يطلع عنده، ما قاعد اشوف. قاعد تقتطع بعض المقاطع المهمه وتوضع مثلا في اليوتيوب او في بعض المواقع على الانترنت. لكن انا اتكلم احنا لا نختزل العمليه في والله النقل التلفزيوني وان النواب يزايدون في النقل التلفزيوني. مثل ما تفضل اخ، هناك في مواقف تحسب على النائب او عليه، وهذه المواقف تكون معلنه. زين، المواطن مثل ما قلت لك انا وراح اكرر يريد انجاز شيء ما يشعر فيه ويلامس حاجياته ويترجم الطرب اللي سووه ما شاء الله في الندوات الانتخابيه ربعنا المرشحين. كل من يتكلم وكل من يطرب على هموم المواطن الكويتي وعلى لا لا، لكن اذا وصلنا في المجلس اقول هني يا جماعه حاسب وراقب. نعم. استاذ عبد اللطيف العميري واستاذ نايف المرد، نبي نريحكم بفاصل، وبعد الفاصل راح نتطرق ونتكلم في اخر نص ساعه على الاولويات للحكومه القادمه، احنا مواطنين الكويتيين شنو نبي من الحكومه القادمه. متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، وراح ناخذ احنا وياكم هذا الفاصل ونرد مع ضيوفنا. حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا متواصلين احنا وياكم مع ضيوفنا في حلقتنا لهذه الليله، النائب عبد اللطيف العميري والناشط السياسي نايف المرد. اكثر الاخوان قاعد يتساءلون يقول ابداع سالم بالبرنامج مع المرشحين كان في شو في اكشن شوي، هذا مرشحين لازم ناخذ شو اللي عنده شنو اراءه. برنامجنا امه 2012 راح نتواصل احنا وياكم لانعقاد دور مجلس الامه وتشكيل المجلس والحكومه مع بعض. هني نبي بعقلانيه نبي نطرح يعني نطرح ارائنا مع ضيوفنا، نبي ناخذ شنو تحتاج بلدنا، شنو اللي نبي من الحكومه المستقبليه، شنو نظرتنا، وان شاء الله نوعدكم ان في برامج اخرى يكون فيها شو واكشن. واكثر الاخوان يسلمون عليك ويقولون لك لاعب كبير في عمليه البولينج ابو عبد الوهاب، يباركون لك النجاح. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. عبد الوهاب، بالنسبه لتضرغنا قبل نطلع فاصل، شنو نبي من الحكومه؟ نظرتنا المستقبليه، بلدنا شنو يبي؟ يعني نسمع كلمه تنميه، نشوف في الدول المجاوره تطور، نهضه، بنيه تحتانيه، عمرانيه، مدن رياضيه، مدن طبيه، مدن جامعيه، ناقصنا الكثير. شوف يعني احنا تجاوزنا موضوع التنميه يعني كشعار. انت الان عندك قانون، عندك قانون من سنتين للاسف تطبيقه متواضع جدا. هذا القانون فيه مشاكل في التطبيق عن طريق هناك في قوانين ملازمه لخطه التنميه لابد ان ايضا تقر حتى يطبق هذا القانون. يحتاج ايضا حكومه متفاهمه، لان الكثير من الان الوزراء او ما يتكلمون باسم الحكومه يقول لك احنا مشكلتنا عندنا الدوره المستنديه طويله، مشكلتنا عندنا الاجراءات معقده. طيب منو اللي يصنع الاجراءات الدوره المستنديه؟ مو انتم كحكومه. غير دورتك المستنديه، بسط اجراءاتك حتى يكون في انجاز. شوف قانون خطه التنميه ترى في مدارس، في مستشفيات، عدل، في توفير فرص وظيفيه للمواطنين الكويتيين، في توصيات، في يعني كل تقريبا اللي احنا نتكلم فيه موجوده بهالقانون والمرات مرصوده. القضيه ان وين اللي ياخذ زمام المبادره وينفذ؟ وين اللي يتحمل التنفيذ؟ احنا بالكويت ترى ما عندنا مشكله تشريعات بقدر ما عندنا مشكله ناس تستطيع ان تطبق هذه التشريعات. هذا بموضوع التنميه. اخوي بداح، لازم نعرف نقطه مهمه جدا، لا يمكن ان تكون تنميه بوجود فساد ومفسدين، لا يمكن. لا يمكن تبني بنيان على ارض فيها اوساخ وفيها بقايا يعني ما تستطيع ان تقف عليها اساسات. من جاب لابد ان تنظف المفسدين؟ هذا بقايا الزمن. يعني كمثال ما هي دولة تو ناشئة في هذه المناصب، كمثال قالوها مرشحينا يقول لابد تغيير الوكلاء، الوكلاء المساعدين يقول عفى الله عليهم يعني 30 سنة 25 سنة لا في وكلاء كثير منهم. انت لو تتبع شلون تعين تلقى تعين بواسطة، والواسطة معناتها فساد، لان هذا لو كان مستحق ايش حق يحط له واسطة؟ عمله وانجازه واداءه وشهادته ومعرفته هو اللي يقدمه، لكن لما يحط له واسطه معناته انه هو ما يستحق واحتاج الواسطه للوصول، فبالتالي ما راح يكون وجوده في المنصب
للأداء، لأنه مو الأداء اللي وصل المنصب، اللي وصلته الواسطة.